قصف على بلدة غنطة، الله أكبر، من طيران المروحي، الله أكبر. 23/8/2012 حمص بلدة غنطة تعرض لقصف طيران المروحي، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. جراء القصف العشوائي على بلدة غنطة، الله أكبر عليك يا بشار. هذا حالنا في بلدة غنطة، قصف المروحيات والقذائف الهاوين والدبابات، الله أكبر. منذ صباح الباكر 23/8/2012